أكتر من 20,000 امبارح موجودين في استاد القاهرة غير اللي في المقصورة. امبارح الجمهور الحقيقة في بداية اللقاء، ايه الجمال ده، ايه الروعة ده، فنانين امبارح موجودين في المقصورة. السيد رئيس الوزراء في مفاجأة مدوية مع السيد وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من الوزراء بيحضروا الماتش، بلغوا قبليها بعشر دقايق، ولكن هم بيحضروا الماتش عايزين يدوا رسالة للشعب المصري ان احنا مهتمين بالرياضة. خالد عبد العزيز امبارح بيعبر عن نفسه، يقدر يجي اي ماتش هو من السهل، ولكن هو جاي من امبارح الوزراء ورؤساء الوزراء عشان يقول للناس ان الرياضة دي حاجة مهمة. خالد عبد العزيز عارف يلعب الجيم، عارف يسوق الملف ازاي، عارف يدي مشهد للعالم ازاي. رئيس الوزراء رغم كل انشغالاته امبارح موجود في المقصوره جنبا لجنب مع وزير الشباب والرياضه مع الاستاذ جمال علام مع مجموعه من الوزراء، عايزين يقولوا للعالم احنا بنلعب في استاد القاهره والمقصوره اهي، واحنا قاعدين ومديري الامن قاعدين، والامن اهو، والداخليه اهي، والشركه بتامن، وادي الجمهور، وهي دي مصر بلد الامن والامان. ده المشهد اللي حصل امبارح، وده المشهد اللي اتصدر امبارح. مجموعه من الفنانين امبارح موجودين، الناس امبارح جايه تحتفل تشجع منتخب مصر، تقول منتخب مصر اهو، ندي بقى رساله للعالم ان احنا بقينا بلد الامن والامان، ما بنخافش ما بنقلقش. ولكن بعد الشوط الاول المنتخب مش كسبان، الجمهور بيشجع، مش فارق معاه، كل الناس مبسوطه، الوزراء قاعدين مستنيين منتخب، عارفين ان الكره المصريه بتعدي بظروف صعبه ولكن مستنيين الفوز. دخل الجون، كسبنا 1-0، خلاص ما عادش فيه ازمه، مستنيين الثالث، مستنيين الرابع، الاستاد امبارح بيولع، الجمهور احتفالات، مصر مصر، حاجه لا اجمل ولا اروع من كده. وبعدين نفوجئ بقى، يعني انا الحقيقه قصدت ان انا ابتدي بالجانب الكويس، لان الوحش مش هنشوفه ومش هيقلقنا ومش هنخاف منه، لان زهقنا خلاص، قرفنا، الموضوع زاد عن الحد. انتوا عايزين ايه وبتعملوا ايه، انتوا مين؟ هي دي المشكله اللي محدش عارفها. فجاه الاقي مدرج صغير، انا بتكلم وانا كنت في الاستاد، يعني مش بتكلم، دي روايه مش محكيه، دي الجماهير بقى، دي الجماهير، الجماهير بتاعت منتخب مصر، الجماهير اللي فيها يوسف، فيها ريع، وفيها الناس اللي بتحب الكوره، اللي واقفين امبارح من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجعوا. حاجه الحقيقه لا اجمل ولا اروع من كده. هنحيي كويس الاول وهنبص للكويس الاول وبعد كده هنشوف المشكله فين. وفجاه الاقي مجموعه بتتجمع في الدقيقه 62 من الماتش بعد الهدف، واحنا مسيين الهدف الثاني، بتتجمع في مدرج فوق كده، نسمع ما بيقولوا ياسر الاول. المشهد اللي انتوا شايفينه ده امبارح روابط من كل حته في مصر، من المحله، من اسكندريه، من السويس، من دمياط، من اي حته، من اسماعيليه، من اي مكان في مصر، جايين بيقولوا مصر مصر يا رب نكسب، محدش بيقول غير كده، لان هم مصريين بيحبوا الكوره، بس في النهايه مصريين. بصوا الجمال، بصوا المشهد، بصوا المنظر، محدش قال لهم تعالوا، محدش قال لهم اعملوا ايه، محدش قال لهم الدخله، واقفين 4-5 بينظموا دخولهم وبيتفقوا هنشجع مصر من الدقيقة الأولى للدقيقة 90. مفيش أجمل من كده، مفيش أحلى من كده.